جلدي جلدي على طول على طول، علق من هنا عدل من هنا، جلدي 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 جلدي، ما في وقت، وقف شغل كذا الموضوع بكل بساطة. مدري ايش جاه سيرفر فرانكفورت بادي يتخاذل معي، بس عادي قفل من هنا وحول على تركيا. الموضوع بهذه البساطة، علق معك سيرفر تركيا، قفل من هنا وحول على أمستردام، عادي. أهم شيء لا تيأس ولا توقف، يعني كل شيء لأنك توقف بث أو تتخاذل أو تقصر لا سمح الله، هذا شيء غير مقبول. ها أيوة، أنا ما شلت أصوات. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العشرون من جوليو العام 2000 ظهر أنه 24 نبدأ البث لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أصبروا شوي، ثواني مود إنيبل ستريمر رجال. أيوة، يا أهلا وسهلا، يا الله حيهم، عليكم السلام جميعا، كل اللي سلموا ما أنا ما شفت توني الحين تطيعين الجات، بس عليكم السلام، أهلا وسهلا، يا الله حيهم في البث الأسبوعي. بث الأسبوعي أنا قلتها مزحة، بس واضح أني أنا قاعد أعتمدها أنه فعلا بث كل أسبوع، بس نلاحظ أنه قاعدين نركز، أصبروا، قاعدين نركز على الكيف وليس الكم. أتوقع هذا اللي تبغونه، أنت تبغون كيف ولا كم؟ خلاص أنا أعطيتكم اللي تبغونه. تنتظر أسبوع، شكرا يا طقرخ وعلي إيزي وكلير على رأسي جميعا. تنتظر أسبوع بس بيجيك بث محترم، بيجيك شيء جديد، بدل ما أقعد أكرر عليك ألعاب وريك نفس اللعبة 600 مرة وأقول لكم والله ما في محتوى مدري إيش وقد أصرف، لا أجي أسبوع بس، يعني أسبوع يخلص في البحث والتمحيص عن الألعاب، يقعد يدور لعبة كذا من تحت الأرض بعدين نجيب لكم لعبة تعرفونها، لأنه ما في شيء فعليا، ما في شيء. بتجيك يا هذه يا كود نيمز، وكنت ببث لكم هذه بعد الجمعة الصدق، بس البوت الرمز أمر، سألت البوت حق ديسكورد قال لي لا تبث، قلت له تم، أسحب عليكم وأنا فاضي 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 ما عندي أي شيء، بس البوت أمر خلاص ما تقدر، قناتي ولا قناته. عليكم السلام منصور وطويل وبشنغلوف وبدر وعلاء الدين ضفة الكيك، وعليكم السلام اللي سلموا هنا، وشكرا يا سلدريكي بعد معهم، اهلا وسهلا، يلا حيهم. بس شوفوا اليوم عندنا شيء مختلف، اليوم عندنا شيء مختلف، وعبسود معهم بعد من الضفة الكيك، عليكم السلام، ويزيد من هنا عليكم السلام. اليوم عندنا شيء مختلف بس بفاجئكم فيه، تنصدمون تقولون يخرب بيت صناعة المحتوى، حتى الحزين الكظيم موجود أبو جمال، يا الله حي، وش صار عليك للحين حزين كظيم ولا زانت أمورك؟ ظاهر أن أمورك بتزين قبل هيمان، الله يهد حيل العدو. فوز يخسر، الطريقة هي كالتالي، وهذه الإضافة واللمسة اللي وضعتها لكم. عليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، يلا حين أنت بتصوت، وبعد ما تصوت بروح أسأل البوت اللي بديسكورد، أقول له وش الآيتم العشوائي اللي تبغاني ما أستخدمه، إذا حدد بعد ما تصوتون طبعا، إذا حدد آيتم معين ما عاد نستخدمه، حدد الهيل، عدد الكشافية، عدد السراقية، أنا ما لي علاقة، الرمز أمر، وبسم الله على بركة الله. بس أصبروا، أنا أتذكر أني كاتبها كانت 6، إن شاء الله أن هذه كلها، أنا ما أدري في آيتمات زيادة ولا لا. عموما عليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته، الله حي، أهلا وسهلا، وبسم الله كالضومي، عليكم السلام ورحمة الله، الله حي عزوز، عليكم السلام، السلام رسكر صبر بوب من باقي وخالد واللي باقي كلهم يلا حي. صوتوا خلصتوا، بسم الله على بركة الله، تعال وجمال دام انك حزين كظيم بنفوزك، نبغى نختصر عشان يقبلها الرجال حق الموقع، حط اسمك بنفوزك نفرحك لو مرة، بس انا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا
يا اهلا وسهلا وميت مرحبا. بسم الله وعلى بركة الله. خلينا نشوف البوتة وش يقول. البوتة يا طويل العمر يقول جوال، ما نستخدم الجوال. حلوين حلوين حلوين. طاري البوتة، هذا محتواك نعم، عندك غيره؟ شوف يا هذا يا اسحب، ما في شيء ثاني. شوف 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 الحين المطور اذا كب على جواله تصبر الراوند الثاني. لا حلوين حلوين، مبدئيا قاعد يمشيني. خلينا نشوف الحزين الكظيم عنده شيء ولا ثلاثة ثلاثة. والله من زمان ما لعبنا، حسيت ان فقدت اللمسة. طيب ثلاثة ثلاثة، اشرب طلع واحدة فاضية. الله يهد حيلك. طيب شوف الثانية فاضية من عندي، احساس مستحيل يغلط في اللعب. بس تدري شو الميزة؟ انا بعطيه السلاح وانا مفرغ ثنتين من الثلاث، يعني الحين بيلقم. عنده ثلاث فاضية. عليكم السلام يا ابو خم، يلا حيا كشوف. اها يدق هو طبعا عادي يدق على اللوكسل، ما في شيء ممنوع عنده الله يهد حيله. سمعت يقول مطور الاونلاين قريب. شوف الحمار كاشفها بالكشفاني، اه وطلعها بالمشروب. طيب كذا طلعت اجل كلها. يقول علاء الدين يقول مطور الاونلاين قريب، افتح البيتا الان. في بيتا وشلون نلعب؟ طيب كذا خلصت الثلاث، انا خلص الرام. حقوق حقوق. شوف 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 صديق السوء، شوف صديق السوء خربز، اول ما بدا البث يرسل لي يبغانا نلعب. كيف كيف الواحد يبث لكم كل يوم عنده اصدقاء زي هذول؟ رجال ما عليه ما عليه، جوال واحد عادي بالله، ذكروني لا استخدمه بالغلط. واحد اثنين واحد اثنين. ما في كشافية الله، لا طلع ثنتين. جاء جاء صديق السوء جاء بالله. طيب مشكلة ما عندي مكان ايتمات، فلازم اشرب المشروب. اكس بي يا رجل قسم بالله، اسأل مسف عن الفارم اللي امس، لدرجة ان اعلق البلايستيشن وانا افرم معه. رحت العب بالبي سي اعلق البي سي. فارم 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 فارم، يعبيلك الارض فل. تبغى جولد تبغى كيوبر شارد تبغى كل شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا اهلا وسهلا. كلم مسف ويعلمك يا ذا، هو صاحي اصلا. عليكم السلام يا اهلا وسهلا، يلا حيم. ثلاثة ثلاثة يا ابو جمال، ثلاثة ثلاثة يا ابو جمال. وش عندنا؟ شوف بكلبش بدبل وبرميه، ما نفعت بدبل وبرميه، بجيب يا الاولى يا الثانية، هو بس ضربتين يموت، يعني ضربة بدبل. كمنا مكلبش اقدر اسوي مرتين. الجوال ايش يسوي؟ الجوال يدق على واحد يعلمك واحدة من الرصاصات اللي في المشط هي حقيقية ولا لا، يعني يقولك الرابعة حقيقية مثلا أو الخامسة فاضية. طيب طق طق يكفى، لا تخذني يا مطور، لا تحط الثنتين فاضية لأنك فعلا بتهد حيلي. وبندبل الحزن الحزين الكظيم. سجل برابط حط المطور. راحت علينا وعنده دبل. هلا عندك الشأ جيجي. أيوة أخبار الحزين الكظيم. اللعبة صعبة والله، صعبة ولا أنت سويت اللي عليك؟ سويت اللي عليك. عليكم السلام يا سالنت، وعليكم السلام مداو، شكرا اشتراك راسي الله حيا. والله شوف أنا لعبت بالمنطق، بس واضح إنه يعني حزنك قاعد يلاحقك حتى بالألعاب يا الكظيم. ولا أنا سويت اللي عليك، كلبشت الرجال وعطيت طلقتين كلها فاضية، يعني ثنتين من ثلاث جت عندي، وش أسوي؟ يدق 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 البجيح، يدق للأدب، خلاص دعسني ما عاد بقى فيها شيء. الله يهد حيلك انت اللي سوي اللعبة. بسم الله وزع احمر وانك ترولت، والله اللي سويتها صح، لان اثنين ثلاثة ثلاثة هي. وش حبوب جوال كلب شعكوسي؟ شف 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 طق. هذا اخر شيء نسختل عشان ارسلها للبوت. بسم الله وزع احمر. الله 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 يا كوبان كوبان، حط احمر يوم درى ان الحزين الكظيم، لو ان حد ثاني راح ازرق. طيب اللي بعده اللي بعده صوت ونروح نسأل البوت. لو 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 قفل اللعبة، ما رحنا للهارد، أنا بلعب هارد. وبسم الله ويلا حيل شات.
أنا اكتشفت اكتشاف. ما يهمني إنه يعجبكم ولا لا، بس لازم أقول عليكم إن كل ما سحبت وطولت على البث كل ما صار البث أحلى، على الأقل هذه وجهة نظري. ما أدري عنكم، سواء اتفقت ولا لا، أنا فعلا بكمل الاستراتيجية الرهيبة هذه. بسم الله، خلنا نروح للبوت ونقول له يا بوت بسم الله. اصبر نشاور الرجال. اكوسية عادي، اكوسية ولا شيء. جي جي، لان الجيم منتهي بالنسبة لي. أعطى جي جي من الحين. أيوة بسم الله. حلوين، ثلاث حلوين. تمام. طيب ثلاثة. شكرا يا المايوف، ثلاثة. مبدئياً كلبش، مبدئياً يعني أعطى ثنتين، ما يحتاج الدقال لوكسل، لوكسل خلّى للي بعدها. حلوين، ما حطيت جي جي عبث، عندي ثقة. ما أود أقولها بس يوم غيرنا اسم الطاقة السلبية لازم تشوف لك حل يا أبو جمال، لازم تصير مبسوط. عاد شلون لا تسألني، بس شوف لك حل. نبغى البث الجاي تجي مبسوط عشان نستفيد من الطاقة الإيجابية ونفوز. بسم الله، شلنا ثنتين من ثلاث. عكس يعني فاضي، بيعطيني واحدة بعدين أقدر أدق على لوكسول، كون باقي ثلاث. بسم الله على بركة الله، مربطني. جي جي كم لكم؟ والله أنا اللي لكم. طيب ما عليه، معناها الأخيرة فاضية ولا خلصت هي زبدة. الثلاث العاديات خلاص استخدمت. لكم بسم الله، ما تفرق عليه أنا آخر واحد. خلينا نشوف وش قلنا. العكوسية الممنوع، شوف المطور ودها يسار، ايش ممنوع حطه يسار عشان ما نلخبط. طيب ثلاثة، شو وضعهم على ثلاثة؟ فيها صار كثير اليوم. ثلاثة هو شدق على دكتور ثانية. يا دكتور شبه بالسادسة، تقلّه ربطه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله حي. هل وأنه فقالوا له فاضي عكسها وجلده ولا جدع على طول. طبعا أنا بشاوركم وبسوي له في راسي، بس عشان لو اتفق كلامي مع كلامكم مع رأيي فأقول يلا سمعت الكلام. فلسفة، يحب يتفلسف. فالثانية فاضية لأنه لولا كان فيها، والسادسة بالله. تدري اجل استاهل اني لقم تعادي، ما عندي مشكل. بس هو لا لقم نفسه. ايوه كويس، والله اني ناسي. لازم ترى يبغى لها ممارسه التكتيك الجديده. عليكم السلام ورحمه الله، شكرا على الاشتراك، يا اهلا وسهلا. يبغى لها وش فيه؟ وش سوى؟ وشلون نعرف ان ثلاث ورا بعض؟ انا اللي دق على لوكسل مو هو. عموماً خسرنا وتستاهلون صراحة، لأن أنا ترولت. بسم الله وشكراً يا أبو دب على راسي. يخسر. طيب الثالثة ثابتة المرة، عاد بنلعب تركيز. بالله ذكروني، اكتبوا لي كل أربع ثواني قولوا العكوسية ممنوعة.
يا أخي تتعود فترة طويلة على رتم معين بعدين تغير فجأة، ترى يبغالك وقت لما تتشرب الأسلوب الجديد. ثم خليتوني أتشرب على طول جلدي جلدي، يبغوني أحفظ ما يمدي. كسيما لا أصبر ذا المرة بنغير، يعني يمكن تطلعنا مرة ثانية نسوي هذا الشيء. اللي يبغى يعني يتابع عشان يريح ضميره، هذا رابط ديسكورد من هناك. سراقية مرة ثانية، لا سراقية مو بعكوسية. أوكي هذا رابط ديسكورد اللي بيدخل يشيك على النتائج عشان لا تحسون كذبت عليكم لا سمح الله ولا خدعتكم. البوش ممنوع، إذا صرت أنت البوت يصير ممنوع. اسمع وشو يا سايلنت، ديلك حركة ما أبغاها لأني بفوز بدونها. بسم الله سراقية كرافت المستشار. يا أبوي مريح له شهر ما سألت له مرة، له شهر خله يكرم. مرة ثانية جي حقوق حقوق حقوق. ذكرون الأشياء الممنوعة يسار. ها أربعة ثلاثة أو ثلاثة أربعة. مش فيك يا سي من مزعلك؟ ثلاثة أربعة يعني لولا فاضية، عكسها وجلدها قبل لا تجد دق على اللوكس. رابعة هي تزرف من عندك الكبشات، ما عندي اللي تزرف وممنوعة. جلدي 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 شيل 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 إيه. شكرا يا مشاكل راسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حي قطوط قطوط قطوط. وقال الرابعة وعطيناه الأولى، الحين بيستخدم الثانية. طق حلو طيب، ذا عشان 3 ريال. آه نعمة استغله. طيب هو قال سكب واحدة وطلق عليه الثالثة، الرابعة الجاية اللي فيها قال لي عنها لوكسو. بس احتياط احتياط عشان إذا حجت خلنا نهيئ بعدين. بسم الله بوم بلو بلو. هذا الراوند ماشي مثالي. بقينا راوندين عشان الثاني. كيف الايتمات يا مطور؟ ان شاء الله ما يقدر كذا على اخر راوند يعطيني سراقيات واجد. الى الان الوضع تمام. اثنين اثنين. اسمع مني انت الحين كل اللي قلته صح؟ لا لا. وها بسم الله. بس عندي الموضوع التن هذا هيل بس على شكل خان، بس مو بدخان فعليا. انا ادخن اعوذ بالله علىها يا مطور. لا سم ابغاك تمغصها الله لا يهين رجال. بسم الله ارجل مطور انكم يا فلسفة. انا باقي واحدة كذا واحدة كذا. يلا يا رب. لقمنا والله عنده دبل. والله يدبل راس العدو بس عادي عادي اقدر اهيل. عادي عادي. طيب عليكم السلام يا ام ثامر. يلا حي يا رجال. واللي بيلقم بس اصبر انت الراوند يخلص. هذا فخي صار مرة. لا لا وضعنا مرة تمام. 3-3 بس فزنا. فزنا. احتياط. أنا تقريبا حسمت الراوند بس برضه. ما يمنع. بسم الله وش عندنا هنا؟ فاضية. يعني.
بعدين وش عندنا في الثانية؟ فاضية. تجيب لي ثلاثة فاضية يا مطور، أنا ما أدري إيش بسوي فيك. الجاية لازم تدعزة ولا بيدبل وبيدعسني. أفضل لاعب المشروب تصير مليانة واللي بعدها فاضية، بس خلاص الحمد لله. الحمد لله، ولا كنت بلكم لو أنها فاضية. آخر راوند، آخر راوند فاضي بالله ولا دع القيادة لي واستمتع، فلوسك في أمان. هذا راوند الحسم. أبغاها بس أوكي، ولا هذه ولا هذه. صار قريبة. ثلاثة ثلاثة أربعة. راوندات الكثيرة هذه ما أحب. ثلاثة أربعة عنده دبل. الله يهديه. ثلاثة ثلاثة. ثلاثة اثنين أو اثنين ثلاثة. لو طلقتها بتصير واحد ثلاثة. بس إنه عنده دبل، عنده كلب شو. بس إنه هي طلقة واحدة الباقية، فحتى لو دبلها ما يقدر يقتل على الأقل الراوند هذا، وهذا شيء كويس. عنده أكوسية، عنده أكوسية مرة ثانية. مطور مقصها رجال 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 رجال. كلبش مخي لو تو عايز عليك فاي. يلا يا رب. أنا ذلك هو شيك. طيب هذه يا مطور. هي رجال بسم بالله إيمان أسطورة. ما في أجمل من سيناريو إنه هو اللي يحسمها بنفسه. بسم الله بسم الله. قال لك ده القيادة لنا واستمتع. أنا وترته لعبت ترى فزت عليه نفسيا قبل لا أفوز على الطاولة، يوم قلت له ذا كلبش مخي يعني زي اللي بفوز عليك بدون مخ. وتوتر هنا هذا اللي حط 50,000 مدري منه بس خبر. هذا خلق أشوف. يلا دبل أور ناثينج. وعليكم السلام شروجم ورحمة الله وبركاته. دبل أور ناثينج بقمار ثاني بأيتم ثاني. بروح أسأل البوت مرة ثانية من باب التغيير، كل شوي بنسأله حتى لو بنكمل في نفس الاسم. وبسم الله وعلى بركة الله. وهلنا نشوف كيف ذا القمار باقي فيه 20-30 ثانية بس البوت، عشان اللي موجودين هناك صار لهم كذا أفضلية سعيلة ملة، يصيرون عارفين وش الممنوع. أمرأتك الإيموتات ذي طيب خذ تفرج عليهم فوق. رايك يا أبو كروز نايت مع شوي. صوت صوت أزرق لا تسأل وشلون. مر اللي قبل ذا فاز، آخر واحد فوز والاثنين اللي قبله خسارة. دون هلا هلا واحد يشرع اللعبة لازم تفوز عليه ضدك. هلا دون مكبر دون مكبر. لقمنا لقمنا مبروك يا أكيد كوبان المصوت أحمر بدون ما أشوف. لا سعود كوبان راح أزرق عكسه. دون مكبر ولا الآن ما عندنا مكبر أصلا. ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة بسم الله. الرابعة فاضي يعني الأولى فاضي فاضي بسم الله. أعكس وجلد الموضوع بهذه البساطة. الله يهد حيل أمك يا مطور. طيب قلت لي الرابعة فاضي يعني المفروض الأولى فاضية. اوكي لقمنا. يدبل يدبل وزع وزع بسم الله. اللي بعده اللي بعده اللي بعده مار جديد حتى على البوت. حتى لو ما استفدنا من حق المكبر بنسوي جديد. يلا وكذا كذا تقريبا كنا بنلقم لأن بدون مكبر صعب الوضع حتى في الراوندات الجاية. اصبروا اصبروا
رد على الرجال. ايوه رجعنا. بسم الله وعلى بركة الله. روح. والبوت يا طوال العمر يقول دون حبوب رجال. رجال. نون نون نبغى الاختيارات الحلوة هذه. اتشي المكبر. حقوق حقوق. عقب برجع الجي جي لين افوز مرتين. اسماعيل الله هي انا نسال بسم الله وبركة الله. قلنا حبوب صح؟ الحبوب نحطها على اليسار. حلو حلو حلو. وش ذا الايتمات؟ وش ذا الزين؟ وبس وزع وزع. اصبر لا توزع. شو نعرف رجال رجال هي خاربة. بسم الله. شلاتي ما لقيت ما يحتاج سعر. أنا بدون كل الاعتماد أنا بفوز حتى لو غدر المطور. وشو هو؟ أيوة بس بس عندي القلب بإذن الله. 2-2 عند الموضوع. كم عندي سراقية؟ إيزي. لا ليه 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 مالي مالي. بحاول أعوض. عنده واحدة بس ما بسرقها. بسرق الدبل. المفروض عكستها بعدين أخذت الدبل اللي عنده. شلون 2-4؟ لو أعطيت الطلقة بيدخن بيعطيني الثانية. فأكس. أنا داري أنها طلقة حقيقية بس بأكس واستخدمها على نفسي الأخيرة بطلقها عليه عشان خلص الراوند. وهذه استراتيجية اللا طمان. الخروج بقلل الأضرار. البش لا 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 لا, لا ما يحتاج أصلا. ما عندي. ولو عندي ما سويتها. بسم الله. لازم أذكر نفسي كل فترة. 2-2 بسم الله. أول شيء تسويه برا. حلو. تأكد تأكد. أعرف غدرات المطور. الله النحاس. بسوي نفس استراتيجية. لو بقي طلقتين حقيقية لو طلقت عليه يهيل وبيعطيني الثانية. أنا ما أبغى أسوي كذا. بكلبشها بكلبشها بعكسها زي قبل شوي. استخدمها على نفسي وأعطيه الأخير. هذه استراتيجية بورينو. هذه استراتيجية الباص. ما ينفع كيف تفوز. المهم تفوز ويقعد الجيم ساعة. ما عندي مشكلة. الكرة تكسب ولا تلعب. طيب قلنا الحبوب ممنوع وإلى الآن ما جانا حبوب. هذا شيء كويس. 2-3 2-3 عنده اعتماد جامد. أنا ما أبغى يستخدم. عليكم السلام يا علاوي. سهلة يلا حية. 2-3
واحد ثلاثة. أقي واحدة يعني كذا ولا كذا. غامر. حلو. حلو حلو. كلبش. معكس بعطي الثنتين. لو كانت فاضية فبعطيه ثنتين عاديات، لو كانت عادية فبتصير كلها فاضية. اوكي كل الموجود فاضي. عليكم السلام يا ناس. يلا هيا بس عادي عادي على المضمون. عادي عادي ما عندنا مشكلة. ما عندنا مشكلة. أهم شيء إلى الآن مخليه ما يهيل ولا يلعب حتى. بسم الله. وش عندنا؟ وساتر. حطيت الحبوب يمين، ذكروني اصلا استخدمها. عليكم السلام يا ابو بدران. يلا حيا وشكرا يا ابو اهواك. زهير كبر صار سنتر. طيب كانت محور هي، ليش خليتها سنتر؟ عشان تبينك ما سرقتها. وعليكم السلام يلا حيا وشكرا. بسم الله. قالولون يا كله من اهواك. كم رصاصات كلب؟ كلب جلدي جلدي. كم عدد الرصاصات؟ أنا ما شفتها. بسم الله بسم الله. جلدي. 3 2 5. عشان كذا أنا سوي كلب وأشوف. بسم الله. وش عندنا؟ شكرا يا أبو أهواء. كم رصاص أنت؟ كم؟ 2 3. فنان فنان. زي عرفت أنها 2 3. اثنين ثلاثة، واحدة من الثنتين هي الرابعة. أما حياة انتصر الصديق أو شيء بكلبش عشان أستخدمها على نفسي، عشان حتى لو إنها غلط ما يلعب. روند اللي بعد. حلو 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 حلو. جاية الثالثة واللي بعدها أكيد فيها، بس أنا بتوقع أن الثالثة الرابعة إن شاء الله يعني. لا خذها باردة مبردة. هي حق لك كاتمها لك 7 ساعات يا قرد. عليكم السلام ورحمة الله. آه يا ترولة. هي كلبش والله إني أستاهل أستاهل. أنا تكتيك الباص يقول لك خذها أغراضي كلها. أبوي هذا مجمع له 7 راوندات. باقي ما عنده واحدة ثانية بعد، ما ندري كم ترتيب. الله يدحك. شوف المطور ما أعطيه 2 و4. قال طق طق. ما عنده عكوسية ولا سراقية وعنده سر بس ما قدر يلعب. طيب بسم الله تعال. خلص الراوند. قال الرابعة وهي كانت 5. أوكي كي 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 كي. اثنين ثلاثة قلبناها قلبناها ما فيها. هو شيء تسويه وانت مغمض وما تشوف. هات اثنين ثلاثة تصير غالبا 2 2 2 2. قال الأكسل الله يهد حيالك يا لوكسل. ما حياة تصر الصديق بس اصبر. فيها فيها فيها. قال الرابعة ولا الخامسة؟ يعني المفروض الجاية صح؟ المفروض
المفروض سكبت واللي بعدها اللي فيها. ياه القم 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 يا فلسفة، القم يا فلسفة، القم يا فلسفة. بس خلصت صح، بس عندي الريمونتادا، عندي الريمونتادا بس 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 بس. هاتو هاتو اثنين ثلاثة عندي الموضوع. الله يوتر، حسبه يفوز والله. اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة. ثانية فاضية. واحد ثلاثة هذه فاضية. ثلاثة اثنين واحد اثنين. دبل ودعسة، دبل ودعسة، ما في واحد. بسم الله. ثلاثة اثنين واحد. بس مهيل مهيل وخلص الرصاص. ايه ايه القم القم القم، اعطيك امل وارجع في الراوند اللي بعده. بسم بالله يا هو السيناريو موتر بشكل عنيف. على بركة الله. بسم ابو كم كم رصاص ما شفنا هنا شيء. وراكم شيء؟ عندكم شيء؟ ما عندكم شيء؟ كلنا واضين. اثنين ثلاثة نصد ثلاثة كذا تم صدق. اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة وش تقى الأكسل خامسة حقيقية اللي هي الأخيرة. شافية ثلاثة صارت اثنين واحد. أزعم وأدعي إن الجاية والأخيرة قالها الأكسل. بسم الله. بوم. إيه أزعم وأدعي. بس تدش المشكلة يقدر يكشف بعدين يعكس. آه زين زين أنا هي الأخيرة العادية. علها يمطو علها يمطو هاي. بس لازلت على قيد الأمل، هذا شيء مرة كويس. طالما أني على قيد الأمل أموري تمام. أهم شيء ما نستسلم الأحباط، ما زلنا مسكين بالجيم. لا حيل زي قبل شوي يا أبو مطور. واحد كم اثنين ثلاثة. وش في على اثنين ثلاثة؟ اثنين ثلاثة واحد ثلاثة. واحد ثلاثة كذا بتصير واحد اثنين. طيب خلنا نشيك. واحد اثنين بتصير واحد واحد. اوه داحم هنا. يلا حيا وينك من زمان ندورك نقول يا رب يجي يا رب يدري اني قاعد ابث. يلا حيا اصبر. واحد اثنين انا دقيت على احد وقال لي الاخيره ولا انا انا واهم. عموما يخربت. ايه
كذا يقدر يعكس، يقدر يعكس ويدبل، ما يحتاج يدبل أصلا. وزع وزع، بسم الله وزع بسم الله. فاز عزوز ولقم كوبان. اللي بعده اصبر 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 اصبر، ليش انا وزعت؟ يمكن يلقم. يا ابوي وزع، ايش اللي يلقم؟ وزع بس، قاعد يطقطق عليك ايمان. عبادة صوت، عاد كلمني، ما لهم حق صراحه، مفروض مكلمينك من 4 سنوات. الجايه 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 صوت، اثق اثق ان الجايه الجايه فيها فيها. بس الصدق والله الجيم كان حلو، وترته مرتبك، ما ادري ايش اسوي. اوه ابو حرب، اهلا وسهلا وميت مرحبا، يلا حيا، شكرا على الاشتراك. ايش اللعبه ما فهمتها؟ تدري عاد اني اقدر امتعك فيها حتى لو انك ما فهمتها، وهذا فن وسر من اسراري. يلا حيا، اللعبه بكل بساطه انه لازم تفوز على ضدك، بس بكل بساطه. نرجع لمحور حديثنا، جي جي ما غير الاسم، لين افوز. انا نروح للبوت نشوف ايش عنده هالمره. تعالها يا بوت، ابغى حبوب مره ثانيه. البوت يا طوال العمر يقول اكوسيه. طيب اهون شوي، حلو 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 حلو. لان داري ما وثقت بك الحين بتندم، الحين ارد عليك، اصبر. 3 4 اجاب فيك العيد لهذا الاسم، الحين ارد عليك واثبت لك ان الاسم ما في شيء. 3 4 طيب فاضي. بعدين خذ لوكسن. خامسة. الحين راح تنتين، نرمي الثالثة الرابعة الخامسة، بيجيه الدور. شو تسوي الاكسل؟ يعلمك واحدة من الطلقات اذا هي حقيقية ولا لا. عادي، انا جاية تقريبا الثنتين كلها فيها، هذه اللي بعدها اتوقع بيسرق الهيل من عندي للاسف. بس عادي، تقريبا ذا الراوند يعني ما في فايز الا لو لا، بس ما يقدر يكس. جلدني جلدني. كان 3 4 صح؟ المفروض انها الخامسة، يا لازم اعرف الجاية وش وضعها يا رجال. عادي خلاص، لقمنا لقمنا، وش نسوي؟ انا حاولت اخر واحدة الحمد لله. الحمد لله، مش كنا ممنوع العكوسية. الحين مجلد الحمد لله فايز من يوم من بدأ البث، وأنا قاعد أفوز 3 4. هذا مصوت أزرق يقول لي لكم 3 4، ما عندي اللي تسرق. 3 حقيقية. بس تدري نسبة كبيرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نسافع لها. بكلبش وبصف قبل ثنتين، كل ثقة بالمطور، دام إن أول ثنتين فاضية إن شاء الله إن الثنتين الجاية كلها فيها. هذه الجاية أكيد فيها على كلام الرجال، بس أنا متفائل باللي بعده. إذا ما فيها لقمنا، وبرجع وبسوي جيم جي جي، اسم ما يتغير. إيزي 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 إيزي. بعده
شفت كيف أرد عليك على أرض الملعب؟ يلا اللي بعده. أكو سيسار يسار ما استخدم الحين العكوسية بين اللعب. ايش رايك وانا غير رايك؟ 2-2 2-2 1-2 حلو حلو. أخ بس أخ لو للعكوسي ممنوع. أخ بس أخ كان فزنا. لكن هذا بالعكس يعني فرصة حلوة عشان أثبت مهما كان الايتم الممنوع أنا أقدر أفوز. حلو إحنا أخوانك سبحان الله كدسة 3-4. هذه مشكلتي لما تقول لي 3-4 ولا 4-4 ما بسمع. خذ قاربة عادي وش أسوي؟ نو أنا أعرف ما عندي أغراض حلوة زيه. قلعك وسيء ممنوع لو أنت موجود بداية البث عرفت ليه. عنده لوكسل وعنده مشروب وعنده سراقية وبيهيل الله لا يوف. فاز فاز استخدم هي اللي عنده سراقية بدري يا سعود انك استعجلت شوي كتبتها بعد ساعة كذا. يا سعود يا سعود بس جلدنا عليهم طب ايه رجال ما زال انا ما ادري الجايه وش فيها لكن برميها عليه برميها عليه. يعني في مخي اقول لا ما برميها على نفسي وتصير النهايه شينه عادي يقتلني هو ما اقتل نفسي. الله لا يوفق زاكي اللي بعده بجي جي والله ما غير الاسم صوت. وخلنا نروح نسأل البوتة وش الوضع. يلا 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 جلدي بسم الله أبغى أفوز على الأقل بس 3 راوندات بعدها عادي غير الاسم. بس ما قفل البث وأنا لاقم غير جلدي حط اللوكس. لا 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 ولا مزفاتي ولا شيء. جي جي أبغى استفزه هنا. شو يقول البوت؟ البوت يا طوال العمر يقول حبوب رجال يسار يا حبوب أرجع البوت في التاريخ 3-3 3-3 مبدئيا خذ عط سلاف ازرق اضربني عندي الموضوع عندي الموضوع قلت ان القمر يخلص. لا ابغى افضلية سعيلة ملة اللي موجود بديسكورد خليه يغش على اخر 20 ثانية ما تفرق. شكرا يا ابو تزقة راسي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا تزقح ورحمة الله وبركاته. يلا حية عنده 1-3 هو يا رب انتهي. ايه القم يا فلسفة القم كملها شوف شوف اذا شق السكين ودعسني هذا اللي ما نبغاه. هذه طيب يا مطور الله لا يوفقك فاز فاز. أدري 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 داق عليه هو
مطور قايل له تراها الأخيرة سكب ثلاث. أنا من أول واحدة على نفسي بوم خسرت، هو لا ثلاث ولا يجي شيء. يعني على حظنا يا ملبت تختار اختيار قدر، مو اختيار قدر يعني يعتبر كويس لنا. يلا 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 اللي بعده. معلم معلم اللي بعده والاسم ما يتغير، والله ما غيره لين أفوز بالثلاث راوندات أو أقفل البث. راح 9000. طيب شوف كم معك الحين، حط الباقي. أنا أوكي عرفت الشركة العملاقة اللي تمر وضع سيء، أنا كذا بخسرك شوي 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 بعدين بوم جايك الخير. حط اللي معك كله. بسم الله جيجي. والله ما غير، والله ما داور، والله ما داور. وانت اسمك الحين 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 غير الاسم. شوف انا بغير اذا فزت. وش الممنوع؟ اصبر، ممنوع الهيل. الله لا يوفق. بس تدري دام انه منع الهيل بفوز، بتصير عقليتي هجوميه اكثر من اني اقد ادافع. قبل ثنتين من أوسع الأبواب. هل اسم سلجوق ما جاك عليه الحين؟ شوي بس ذكرني. ها كانت تصمي بتفوز، ما سمعت الكلام، ما أبغى أفوز. أجا دور المتعة زي هذا اللي قاعد تشوفه قدامك، هذا متعة. أجده بالأولى وأخذ السلاح وأجده بالثانية. لا ما استمتعت. من الصفحة الثانية حقوق حقوق. بسم الله وعلى بركة الله. مشكلنا هيل. ساتر الذاكرة، كل شوي التفت على الشاشة الثانية شوف آخر شيء. 2-3 2-3 مبدئيا طلع واحد عشان نخلص الراوند بسرعة، حتى لو أنا عادي عادي عادي. بعدين نسرق كشافية. إيه فزنا الراوند على الأقل. أبغى اللي جنبه يا مطور. عادي أي مزين أي مزين أي مزين. بس خلاص ما أحتاجها ما أحتاجها. أنا متعمد أسوي هذا السيناريو القذر التمثيل الواضح التافه عشان أعلمكم إني ما أحتاج. لو أسرق آيتم بالغلط بفوز. فلونها فاضية بسم الله كمية مغص. حلو جي جي ماشي صح إلى الآن، قاعد يرد عليكم. يجب أن يعرف أنه لا يمكن هزيمتي 17 مرة على التوالي. قلنا هيل بوكاليبس. يلا حي يسار يسار يسار. جيم الجاب دون ايتمات. واذا فز واذا سويتها فزت. بس نخليها على راوند واحد. 2-3 2-3 ما عندي سراقية. هو 3 فاضي. ان شاء الله الاولى فاضية. حلو أعطيه هذه، سكب اللي بعدها وأعطيها. حلو 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 حلو. شين صح؟ البنادول لا ما في نص داع. الحمد لله أموري تمام. إيه آه قرقيري راح أحمر مسكين. أحسب الفرق في اللون. يعني الجاية بيجلدنا هي. الله يا رب يلا يا رب انها مسممة. بس احس اني اجتهدت، يعني سويت اللي علي، اقدر الوم نفسي.
مش قلنا آخر شيء الهيل؟ كم بسم الله وديلا بتعنى في الديلا بس اصبروا خلوا الكلب يشتغل. واحد وش واحد 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 طرفين الا واحد واحد تقول لي بسم الله بسم الله الهيل ممنوع ثاني مرة سويها فيكم بس شوفوا إذا مجن اثنين بنوزع أحمر عشان صير كأني ما هيلت منها عشان أخذ مساحة على اليمين. أشوف شوف عوضني عوضني المطور والله أني فنان. بس إيش رأيكم على طول أرضيكم على طول أقول لك يدمجني اثنين خلاص أفوزه. بس هذا ثقة أنه أصلا مو مدمجني لا واحد ولا اثنين عوضا عن أنه يدمجني ثلاثة. أصبر كم اثنين اثنين هي صح؟ إن شاء الله أنه اثنين اثنين. عليكم السلام يا الموهد الله حي. أصبر برضو نفوز لا يدمجني ثنتين من الثلاثة فوزكم. هذا المنطق كذا كأني ما بلعت الهيل. قايل لكم من أول مرة يوم أغلط بالأولى ليش ما تذكروني؟ بعكس جاي لأنها فاضية. بوم فزنا فزنا يا جي جي. لا بس انظر الجانب المشرق الثنتين الجاية فاضية عنده عكوسي عنده دبل يعني فاز عنده عكوسي عنده أي بس خلاص جي جي. وزع انت وهيلك وزع انت وهيلك يا نسيان يا ذاكرة الذبابة وزع بسم الله وهيل بسم الله. اللي بعده لا جل الهيل ممنوع متى صوت وبقفل الجيم وبسوي جديد وبخلي الاسم جي جي. قال لي نعم 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 جي 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 ما يتغير ما يتغير بسم الله. صوت انت بس وما عليك وخلينا نشوف البوت وش عنده. يا بوت بسم الله. البوت يا طوال العمر يقول بوب. تمام تمام لا زين 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 فزنا 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 سلجوق. لا 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 نو 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 بسم الله. جيت افتح بثك طاح جوالي بالخزان دي اخر مره. شفت اللي يفتح بثي ومشغول ايش يصير فيه بثي تفتح اذا انت فاضي قاعد بالغرفه ولا بالمجلس ما تفتح وانت قدام الخزان. يا مدلو يلا حي والله يعوضك الجوالك. إن شاء الله أنا ما جاء شيء إذا أنت أصلاً لقطته وجبته يعني. لعب مود ولا كيف؟ لا أدري من عشان مستواي كذا باهر تحس إني مركب مودات كذا. لا هذا ترى اللعبة طبيعية. بسم الله يجي تقول لي حبوب ذكروني بالله تقول أعطاني يعني حبوب أحسن شيء تجي لأنه خلقة ما استخدم. طيته بخيشة رز عشان تشفط الماي وكذا والحركات هذيك إيه. الله يقومه بالسلامة هذا نقدر نقوله. ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة يعني سرق مكبر أصب تني دقع اللوكس الأول ما تفرق يعني. طيب
هذه حقيقية، السابعة حقيقية، وهي ثلاثة أربعة يعني، بيبقى واحدة حقيقية ما نعرف مكانها. الأولى بوم، عنده إحساس إنه بيلقم نفسه. اكسرك ما تلعب أونلاين، وقال شو اسمه على الدين إنه في بيت الأونلاين، إذا نزلت عاد في اللعبة الكاملة بنلعب. بعده ثانية، هذه الثالثة، جاية الرابعة، سوي بدبل. عنده مصادر، إذا هي طلقة حقيقية عنده مصادر، وشلون عارف الرابعة؟ حلو، ألقم أنتم مصادرك. سؤال، شكل الخامسة والسابعة، هذا قال لي السابعة صح؟ خذ ألقم ألقم ألقم، شوف المصدر يا تعبان، جي جي هنا، جيب العلم. خلاص خلصت، الجاية حقيقية. إيه هذا اللي قالها لوكسن. طيب وش الممنوع؟ تقول لي حبوب. طيب خلنا نشوف، واحد اثنين أحلى ترتيب، واحد اثنين ولا واحد واحد أحلى ترتيب. بسم الله، هلا. وبدار العجز يا أخي، كمية المعلومات في المخ تتراكم فوق بعض فأنسى. بسم الله، بوم. شفت كيف جي جي لتيق؟ كم باقي؟ تونا في الثاني، مطولين. بسم الله، دبلت قبل. اي هو بيخلص الراوند، ليش ادبل؟ قصدك كإهانة يعني. حبوب، اثنين اثنين، اثنين ثلاثة، اثنين ثلاثة. اثنين ثلاثة، تكفى علمني. خمسة فاضية. اثنين ثلاثة. كلبش بعطي ثنتين. عليكم السلام يا مرسن، أهلا وسهلا، يلا حي. يهيل إذا ما لقبت عليه. ثلاثة، حين واحد ثلاثة، واحد اثنين. فنان. يجيه واللي بعدها فاضي، اللي قالها لوكسل واللي بعدها فاضي، بس كذا اتبع احساسك. ذكر دائما انك جي جي، سيد جي جي، خرب بيت القوة. سكب الاولى وسكب الثانية، بعدين بكل تيقة اعطيه الثالثة. يلا اللي بعدها، اخر راوند، اخر راوند. بسم الله، صاير قوي. تأكد، تأكد من الجملة هذه، وما ودينا هيمين. صاير، أنا من زمان كذا. كم 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 الولد؟ ما شفت ال شفت، الله يشغلك يا خربص. سهل الموضوع، سهل الموضوع. حد شاف؟ لايف فور بلانك، اثق فيك بصدقك، بس لازم اشوف الكليب لاني سويته. تحسب عليه. ثلاثة أربعة، نفس الكلام، نفس الكلام، اشوف الكليب. ولا هذه، ولا انا اثق فيكم تمام الثقة.
ثلاث أربعة تصدقون صح عليكم. شلون عرفتوا؟ ثلاث أربعة عندي سراقية مو ممنوعة لو أسرق دقيقة. كلبشة مطلق عليه واحدة وسكب ثنتين. سكب ثنتين بعطي الرابع. عاد لو جت الثانية بجبهتي أنا ما أدري شو بصير. يعني بتنبس على الأخير بس لا تسويها مطور. رجال رجال ثالثة فاضية. قال بسم الله على بركة الله. بوم. أيوة نرجع لمحور حديثنا. قصدك ما تثق في المتابعين؟ نعم صحيح. أخذت اللي تسرق ما تقدر. يلا عوضني يا مطور وخلى يمحط على هنا رجال. بس هذا اللي أبغى الحين عادي اللي سوي اللي بث كامل هنا. نعم إلا لو عندك لعبة حلوة جديدة كذا نظيفة. عندي والله لعبة حلوة جديدة بس حقت صبحيات. تضرب شقلب النوم. البساطة وزع هاي لكم جي جي. بسم الله جرب دي من الرسالة. أتوقع عندي دموين وثلاثة من اللي حاطينها بديسكورد. بسم الله كيف جي جي معكم بالله. خذ يا عبدالله خذ. اقتراحات مليان والله. بعضها أخذها بعضها سكبها. أنا أشوفها كلها بس مو كلها أخذها. بعضها أكون أصلا قد شفتها من زمان في ديمو أتحملها على جنب. شوائي بايتم جديد. صوت تصويت جديد بايتم جديد. بسم الله وعلى بركة الله. حبوب جوال كلبشة عكوسية مكبر هي سراقية سكين. روح لما تبث الحين توريهم ألعابك زبالة. لا بالعكس الألعاب هذيك صارت هي الكويسة وهذه الزبالة. والبثوث هذيك صار يجيها ناس أكثر من يجوني الحين. عكست الدنيا الحين تماما. حبوب مرة ثانية والله رجال. بسم الله بسم الله وعلى بركة الله. كمل يا جي جي. حلو ما في حبوب. تتم واحد اثنين بس رق الدبل سواء هي الجاية ولا لا. يعني أصفق دبل يعني أصير خدتها منه حتى استفدت منه. حقوق 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 خوفة. بقتلك 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 ما فيها شيء. يلا اللي بعد. اعتمادنا الآن كويسة بس ما تكثر لي من هذا. حلو حلو حلو. لا ليش ما كلبشت وعطيت الثنتين ذكي انت. يلا ألقم بشيلك بشيلك بشيلك. استعجلت أنا قبل شوي. كان المفروض مخلص الراوند بس أتوقع أن صناعة محتوى
يمكن مخي تعود عليها صار لا إراديا. والله يهد حيلك ما نبغى ثلاثة ثلاثة. لا عادي فزنا فزنا فزنا. خلاص. هذا أول راوند صح؟ يس أتوقع أنه أول راوند. طيب حلوين. هذا تكرر شيء بالمومة تعيد شلون يعني ما فهمت. شكرا يا تشيل. بسم الله واحد اثنين اوه اوكي واحد واحد صح. هو شيء لا يسرق ثاني شيء لا يسرق. لا أنا بعتمد على البوت يعني لقي يكرر ثلاث مرات أربع مرات ما عندي مشكلة. أنا أثق في رأيه. نسبة كبيرة إن شاء الله فزنا بعد الراوند. لا وديت يمين عادي. مستعجل مستعجل. ما الكم تقول لي العدد معليش. بسم الله السلام عليكم يا ابو كلب. 2 2 ارجع ازاي عملتوها يا برو. اثنين اثنين والثالثة لايف. هذه لايف يعني اكيد الثانية فاضية. فزنا فزنا يا مطور. بقي اخر راوند بس تقريبا في الجيب في الجيب. طيب حلو حلو حلو. جي جي وينز. قايل لكم الاسم الاسم يعود الاسم يعود. بل له ماضي لابد له ان يعود. شعر هلو 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 هلو. ثلاثة ثلاثة. ثلاثة ثلاثة. ما أقدر أسرق من الشيء. طلع واحد اثنين ثلاثة. كل بساطة كل بساطة اكس دبل اجلد خلاص خربها. ارجل ارجل ارجل. تبقى احساسك كذا جلدي. اول قرار يتخذه مخك سوى لا تتردد. يقول لك التردد مقبرة المبدعين. بس عندي الموضوع عندي الموضوع. مكلبشني هو. والله كم الحين خلصت كلها صح؟ اتوقع خلصت العادية. شلون طق ما خلصت. هي كم كانت ثلاثة أربعة حتى والله اني ناسي عددها. انا ما انا عادي 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 عندي الموضوع اثنين ثلاثة بس خلاص عندي الموضوع.
هات هات هات. القم 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 القم. برا. أحا. صارت 1-3 كده. أندع كرسيات. إيه سمعني. سمعني شيل. شيل رجال. رجال. إيه بالإحساس تشتغل. طيب جندي خذ الحبوب بالله وانت مصوت أزرق بعد تقول خذ الحبوب أعطى حبوب قد لعبت فاينلز إيه بس ما عجبتني مرة. وعليكم السلام مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا وشكرا شكرا على وجودك يا شنغلوف. شوفك على خير بسم الله. حبوب جوالك قلب جاك وزي بسم الله. طيب فوز جي جي أتوقع أنه يعني أثبت شت نظرة. أنا بأخذ الفلوس وأمشي سويت اللي علي. كان مقرر أن البث يكون 2 ساعة نفس اللعبة الصدق بس لسبب ما وعشان أكون أكثر وضوح معكم سبب وجود شخص يحب اللعبة لازم أني أغيرها. أنا كنا ماشيين هادين رايقين البث أحلى منه ما فيه بس الآن تضطر أنك لازم تقفل اللعبة. لازم تكفي اللعبة وتحط كذا لعبة حقت أذكياء عشان ما يقدر يسوي شيء ولا يقدر يساعدك ولا يقدر. شوف الرقم المميز 7-8-8-8-0 اسم بلاني قوي مميز حتى في الأرقام. بسم الله وعلى بركة الله. قفل اللعبة وعطني أحلى زعموط انتشر سبيكة ثقافة جحاد القاصدة. أوه يا ساتر يا ساتر يا ساتر. وين أبو ريحان تعال. اصبر سويت كذا وش يصير سويت كذا وش يصير. حلو 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 تمام. طيب على بركة الله تعالوا. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ذا اللي اشترك فينيكس شكرا جزيلا. راسي مدى اكس بوكول. ايه شكرا يا ابو بكورن على راسي الله حيه. لمن لا يعلم هذا طور اخر طور سواه ريحان ديكشن خلنا سخل انا ما ادفيس كم كلمة 4-3-2-1-0 هذا الطور في حروف بعثرة من اساس اللعبة ما تقدر تشيلها. يعني الخيار الأول الحين عندي لازم أجيب كلمة تنتهي بالراء. ما أقدر أشيل الراء ولا أقدر أشيل الذال ولا أقدر أشيل التاء المربوطة وهكذا. فالأول 5 احتمالات إجباري أحط كلام على الحروف الموجودة والخمس الباقي أحاول أتوقع الكلمات الصحيحة. وهذا من هنا نفس الطور كتب تعجب ريحان وبيطلع لك رابط اللعبة. الإعدادات فوق يسار حط وضع الحروف المبعثرة. هذا هو الطور نفسه. وبسم الله على بركة الله انتشر كلمتنا المحببة. يذاكر ذاكر لا أبغى ذال إثبات حلوة بس فيها تال فيها تاء وألف من انتشر. هذيان فيها ألف ونون. كنت بقول شو الكلمة جت في بالك قبل شوي بس أنا تنتهي بتاء مربوطة ودخلها بعدين. تذاكر ألف وتاء وراء انتشر.
تذكير تاء وراء. أنا أبغى شيء كذا مذعور. مذعور وكفيرة بس إنها حلوة صدق. بس الراء لأن الميم جديدة والعين والواو كويسة. طيب سبيكة ولا حرف مستخدم. حلو. حرف النون شوف الكلمة الحين فقدان. لا منصور بالله يعني تروح حروف ما استخدمناها عشان اكتب اسمك. طب قل لي حنظلة مثلا. ضاد ثانية حنظلة. وش في حنظلة ناس؟ خلاص راحت. طيب الحين نرجع الكلمات وش عندنا هنا. تتحرر صرف له. طيب اصبروا الحين فكروا معي. خلاص خلصنا من الخمس الأولى. انتحار. انتحار ست كلمات ست حروف أبغى خمس. هذه عندنا كل حروف. تبادل. تبادل طيب تاء عندنا بالبداية بالكلمة الأولى. هذه عندنا كل حروفها. توسيل يتسول توسل. مشكلة شلقات المطور يعني تخليك تفكر بأكثر من احتمال. تسول يتوسل كلها تجي. لا يتسول غلط لأن الواو مو قبل. يتوسل تمام. الوين تتا شفت قايل لكم تتحرر. أنا قرأت المشهد. أصبر وش عندنا. أتوقع أنها رارة. رارة مثلا يشيل المطور يشيل. تتحرر تتحجر. تتحجر تحجر يعني تيم أربع القمو مبدئيا يعني. صفارة ما في فاء. تحصر وقت تتحصر. تتحضر تتحجر كلها تجي. بس تتحضر يمكن أقرب شيء ودي أكتبها ولا أروح للأخيرة. الأخيرة أنا ما أدري وش هي. أصبر. صغارة. عموما أتبع إحساسي وأحاول أقرأ فكر ريحانه. شفت كيف قرأت المشهد. طيب شو تتوقع الكلمة الأخيرة بدون لا نروح لها يعني. خلنا نوزع على ثلاث كلمات. ثلاث كلمات. والله 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 ألف ريال عند منصور. يلا اللي بعده اللي بعده. كلمة صوت وتصوت. إمارة طيارة عليكم السلام. يلا حيوز المليون ديم الصبح ملعبها الحين. طهارة. طهارة حلوة والله تنطبق عليها هذا. إمارة رايح الحروف. طيارة رايح الياء. غزارة. غزارة بعد تجي. نظارة لا ما في نون. بسم الله. طهارة فعلا. طهارة نفس كلمة طويلة. وبسم الله على بركة الله إذا حدثت بتجينا نفس الكلمات. لازم أغير التاريخ صح تمام. جاء تاريخ لليوم اللي بعده 19 من جوليو. وبسم الله إبداع. لا إبداع فيها حرفين ألف. ينبوع. ينبوع
انبوع شطارة. لا شطارة بنخلي الأتال مربوطة في الأخير. جحافل. جحافل. كرة. لا طيب اصبر عندنا تنفجر. تنفجر يا او اجباري الالف. طيب عرفنا كلمة الى الان بس خلونا نجيب كلمة قاصدة. قاصدة خضراء. طيب حلو تنفجر. كاف ضراء. كاف خلوها على جنب. تنجرب فيه راء. فيه راء حاطها لك المطور بعدين يجي يقول لي شلق. انت مخك شلق. عضراء بالله. تتفرج تنجرف تنفرج. طيب حلوة النكت اللي تقولونها الحين. أنا أبغى كلمات أصلية. ضراء هذه أصبر. أظني عرفت الكلمة. ضرام اللي بعده. طيب عندنا ألف أتى أمتثل. اللي بعده. اللي بعده. باقي الأخيرة. باقي الأخيرة أصبر. أقترح. اقترح. رأيكم بالله بالمحتوى. رأيكم بالمحتوى والمستوى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعين. رأيكم بالمحتوى والمستوى مع بعض. ارجلة. 700 ريال يا موريسون. 700 ريال يا موريسون. خذ. يلا اللي بعده. اللي بعده. وبسم الله على بركة الله. كلمات اليوم. لا ما أبغى كلمات اليوم. ارجع ورا. يلا. أخذك ما أخذتني. ما أخذك بأي لعبة. أي لعبة. أبد. تعال ما يزرق وزهل. يلا بسم الله على بركة الله. تشريح. تشريح لا لأن فيه ياء بعدها. ليش اثنين حاء واثنين ميم يا مطور؟ أرمي ما تتابع مقاطك زومبي 10 سنوات صانع الطفولة. شكرا لك والله أني أحبك في القبول على راسي أبو في أم أكس. شكرا جزيلا الحمد لله على التأثير. والحمد لله أنك ما تذكر اليوتيوب. أنت يعني لو ذكرياتك مرتبطة بتويتش أتوقع أنك مصافقني بمفولو من زمان. أتخيل أنك تدخل بث كل يوم في واحد اسمه 13 كنوي. أنا وش بقاعدك خسر الكلمات. واضح أن هذه النية. عشان كده أنا ما أبغى أكرر الياء فوق. أنا والتشريح حقي. شوف شوف منبطح الغرب. ترى خله لك مقترح. وشو عقبه؟ لو كنت كسر ستبك على ذا سيمز. ما لعب ذا سيمز. يمكن ملخبط ما بينه وبين مقبل. بالله قايلها انت من زمان. احريك لا فيها حاء. اصبر. اج ريد. بالله كيف طيب خليتها في الخامسة يا رجال؟ ما تفرق. رفلا شوية قلتش المبدعات المطولة المبدعات. حط لك حروف ويقول لك غصب عنك تجيب لي كلمة في هذا الحرف.
خطأ الكلمة صح مالك دخل، اكتبوا بس كذا النظام يعني، إلا بيخسرك. طيب اصبر. أح لام فيها تكرار ألف ما بو. لا شكرا ابو عزيز، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا حيه. تحريف لا، كل الاربع حروف مستخدمه اللي كان قصدك. لا حتى لو ككلمه صحيحه التاء مو بالاول. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. تحريض اصبر اصبر. احسان استخدمنا النون بس نتاكد كان لا ما ما ما, ما تفيد شيء. نعم. طيب الميم برضو الميم ما تستفيد منها. كام صحيفة؟ صحيفة حلوة فيها ثلاث حروف. حالب، حالب فيها حرفين. أنا صحيفة صاد وفاء وتاء مربوطة. حلو حلو عفريت. بس عندنا ميم بعصة، بس تأكدنا أن الكلمة عفريت. عندنا ميم بالنص بس بساطة بساطة كل بساطة. دعموط دعموط، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا دعموط مخ اختال. لا معتمد الثانية ومستحيل أصبر. ما إيه والله ما لا الدال مو بالأخير. كويس إن ميم أخضر يعني نقدر نستخدم هذا ككلمة صحيحة. ما معتدل معتدل اللي ما لا دال أكيد أنا مكان للنص. معدات 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 حلو. عفريت نقدر نكتبها الحين. عفرين كبريت عفريت. طيب طن طن. طيب الأخيرة تتا تفريط وين؟ هي واحدة طنجرة ما في جيم. تباحث ف تجي واحد النانو 10/10 فقيلنا هذه طنجرة. عنطرة عنطرة صح على ميلان. زي عملت القنطرة يا وحاط لنا حروف حال تحالة ولا بالغصب كذا داحشها في اللعبة. ما في فايدة ما في فايدة يعني قاعد يكتب عني نص الحروف. وفزنا فزنا يا ابو موريسن مرة ثانية. خذ فلوس ثامر خذ استاهل.
آخر واحدة روح على وضع الماستر مايند فكرة في صيانة. والله حنيت عليهم الصدق بس أنا ذا آخر جيم ما عليك آخر جيم وروح للمسيفو لين الفجر بسم الله آخر جيم بس الوضع العادي بسم الله ستارت برودكشن يفوز يخسر يلا جلدي وشكرا يا ابو تد على راسي اهلا وسهلا يلا حيه بسم الله يلا انا اروح شايب ما يفرق لاني كنت فايز بكل الاحوال اذا رحت هناك بفوزك واذا رحت هنا بفوزك علمني شراهن عليه ما 5000 الحق كناوي بكل بساطة بسم الله وعلى بركة الله انتشر تدريش بعد انتشر زعموط اصبروا عندنا 3 حروف ساعد اكتب زعموط سبيكة يحافل قاصدة سمعني طيب لو قلنا الألف في النص 10 بدري صعب خناصر تعرف الخناصر خناصر ولا خاتركي طيب قلنا بغاءن الألف في النص اوكي ممكن الراء اخر شيء تصير عندنا كلمتين فوق حرفين خضراء واحد منهم راء نا ما توقعنا لأن الاثنين الخضر اللي هنا والألف والراء لو كان صح بيكون ثالث أخضر وغير أنه أصلا ضغاء أنه أصلا ما في له حرف واحد اللي هو ده يمكن الراء مو بشرط أنه الأخير إلا لو كان موجود لو كان صحيح فهو لازم يكون الأخير إن الأصفر من الكلمة هذه هو الألف دقيقة في حرف ثاني اللي هو ما مستحيل يكون التاء إن التاء هو مكانها الألف هو الصح وقلنا مو بالنون فلازم يكون الشين إذا توقعنا إلى الآن صح آشر أو إن الراء أصلاً بكبره غلط وأنا قاعد نون وراء ور وش صح ما فهمت صعبة مدري شو تفكرون صعبة لأنك تلعب بقاق لعبة قدرة ما يعني ما فيها أي لياقة ذهنية ألعب ألعاب صاحية شغل مخك وبتفهم هذه آشر توقع الرام من الأساس غلط صح زعموت سبيكة رأيكم جحفل وش جحفل جحفل ولا تزعل قنابل
نادر صح نقول اصبر. تخيلوا الالف بكبره يطلع غلط. أبوي صعبة دي. مساء الزبدة ممكن أهبد هبدة. كنسل. لا غلط. قلنا أنت. أصبر. أصبر. اثنين أخضر له واحد. كانت هب... أنا أحس أنه في حرفين ألف. لا يعني هو محسوب هنا أخضر ألف بس أنه موجود حتى بخانة ثانية، والأصفر اللي هنا يكون حرف ثاني. كذا مثلا شفت الاثنين هذه كلها ألف. تألق غلط، شاهد غلط، بس إنها فيها حروف في مكان صح. ما أدري شو الصح، بس احتمال إنه زي ما قلت لكم في ألفين. أنا أحس كذا، وأحس إن الألف هنا لونها أخضر مو بالأصفر. الأصفر الراء، مش الراء هنا معطينا أخضر، ممكن يكون أراء وبعدين حرف من قاصدة. لا هذا الألف كنسل، هذه برا قصدة. أوكي هذا طلعها برا را أو أتى، يا أرى يا أتى. أتأثر أتأثر أتأخر. أنا ما استخدمت الخاء، ما حطينا خاء. بالله والله كاتب أتأخر المطور، بس أنت مطور ليه أخذ منك؟ أخسر بكرامتي ولا أفوز من بغش مطور؟ سوي اللعبة وجاء تعلمني ليه؟ تأخر. والله أني شفته مسود كذا مخي على النظام القديم، قلت لا تأثر أقرب لأن ما استخدمناها. بس شوف شوف شوف، كالمة 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 بالله، ما تحسب لي استنتجت أن الألف مكرر مرتين وأنه هنا محسوب أخضر؟ والله أني فنان، مع أنه منطقين قاعد يجينا هنا أنه صح، المفروض تقول شكل الأصفر هنا، بس أنا مخي يعمل عكس البشر الطبيعيين. بس المشكلة أنه مخي يخسرك. عرفت عرفت. يلا ثانية، يلا يلا ثانية. وإيش رأيك أبو عمد ربك؟ أنا بثيت نص ساعة وكناوي موجود، المفروض أنا مقفل من أول ما جاء، بس عشانكم عشاني متأخر عليكم. أنت بثنا الأسبوعي هذا الأسبوع. والله والله يد راهم يا ثامر، خذ. نلتقي بكم مجددا. أسبوع أسبوع، المفروض تغيرون صوتي الحين لأنه بنكد عليكم. أسبوع أسبوعين أسبوع أسبوعين، عاد صار كم ساعتين لأني صرت أركز على جودة الحياة وأنسنة البث. أول كان زخم بس إنها قليل الفائدة، الحين لا فائدة.
في فائدة كذا معصور عصر قدمها لكم خلال ساعة ساعة ونص على حسب كل فترة، أنا قد أتعب في تجهيز البث بعدين أجي أعطيكم عصارة التعب اللي أنا سويتها في التفريم والتلفيل. شكرا لكم، أشوفكم أسبوع أسبوعين ثلاثة على حسب متى ما فضيت حسيت بغبث بثيت، لو إن شاء الله بكرة عادي إذا تحسن النوم إن شاء الله. أشوفكم البث الجاي، اللقاء.